بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم وأهلا في أمسية متجددة من أماسي صباح ومساء اللي إن شاء الله تعالى راح يكون معكم مشاهدينا من الساعة من الحين وحتى الساعة 9 مساء. نحاول قدر الإمكان إن شاء الله تعالى من خلال الفقرات والمحطات المنوعة أن يعني ناخذ من وقتكم شوي كذا وتعيش أجواء من السعادة والفرحة إن شاء الله تعالى بصحبة أيضا المواضيع اللي حضرناها لكم إن شاء الله تعالى. فقط اليوم إن شاء الله تعالى أيضا لدينا فقرات منوعة، من أبرزها طبعا فقرة الدراسات والاستطلاعات اللي راح تكون معاكم كل يوم أحد بمشيئة الله. اليوم موضوعنا عن موضوع معين، ما راح أذكر الحين شو عن الموضوع، ولكن في البداية خلونا نرحب بالزميلة جنان. مساء الخير، وبعدها إن شاء الله راح أكلمكم عن الموضوع. مساء النور فيك سيف، وهلا ومرحبا بكل مشاهدينا وكل من يتابعنا. برنامج صباح ومساء دائما يستعرض أبرز الفعاليات والمناشط المقامة على أرض السلطنة الحبيبة في الصباح وفي المساء. أيضا أنا أجدد التحية لكل من يشاركنا في عبر برنامج صباح ومساء في الصفحات التفاعلية عبر الفيسبوك والتويتر، وأيضا يمكنهم المشاركة من خلال الوصلات اللي راح تظهر على الشاشة للصفحات التفاعلية. وأيضا جنان، صفحاتنا التفاعلية نتمنى كل المشاهدين الأحبة أنهم الحين طبعا صفحاتنا التفاعلية مشاهدين موجودة على الشاشة، ولكن نتمنى أنهم تواصلهم عن طريق طبعا الموضوع الدراسة والاستطلاع اللي راح تكون هذا الأسبوع اللي هي عن الواتساب، خاصية الواتساب من المواقع طبعا عمليات أو برامج التواصل الاجتماعي. هذا الواتساب راح يكون لنا جنان أيضا مشاهدين تقرير متكامل عن هذا الموضوع، وايضا راح يكون ان شاء الله تعالى معنا ضيف متخصص في هذا المجال وراح يعني نتعمق في هذا الموضوع. ولكن قبل لا نشوف التقرير وقبل لا نروح لطبعا الضيف، انا اسالك جنان، عندك واتساب ولا ما تستخدمين؟ والله انا يعني بوجهة نظري ما في حد الحين ما يستخدم التقنية وما يستخدم الواتساب، فمن الجميل أنك تشاهد آراء الناس، آخر الأخبار، ويعني أحدث الأبرز الفعاليات اللي موجودة من خلال الواتساب. ويمكن هذه الخاصية ما كانت موجودة سابقا، والحين ما في يمكن تليفون يخلو حاليا من هذه الميزة. صحيح، وصارت الطفرة الحين يعني ما في خبر معين في أي محافظة في أي منطقة من مناطق السلطنة إلا في ثواني، في ثواني بسيطة فقط، يعني مع الصورة مع التقرير متكامل. صار الشباب خلاص اليوم متخصصين في مجال يعني كتابة الأخبار ما شاء الله عليهم. إذا نحن اليوم من خلال محطة استطلاع أو من محطة الدراسات هذه راح إن شاء الله نناقش خاصية الواتساب وتأثيرها على الفرد والمجتمع، من حيث هل هي تأثر على ثقافة الفرد أو لا. أنت في اعتقادك هل تأثر على الفرد والمجتمع؟ بلا شك أنها راح تأثر، يعني أي حاجة يعني جيب خاصة مواقع التواصل الاجتماعي بلا شك، والمنتديات والمواقع الإلكترونية، يعني كل شيء له إيجابياته وكل سلبياته، وأيضا تؤثر بشكل كبير. أنا من ناحية من وجهة نظر الشخصية هذا جنان. طيب إيش أنت استخدامك بالضبط في الواتساب سيف؟ طبعا شوفي، أنا من خلال استخدام للواتساب اللي هي الجروبات، أهم شيء عندي الجروبات، المجموعات يعني. مجموعات، وخاصة تكون معي في الجامعة، لنا جروبات معينة ومجموعات معينة نأسسها نقوم بإنشائها، علشان كل ما يتعلق بموضوع التخصص، موضوع الأنشطة، شاف أنت جامعة سلطان قابوس مجال رحب للأنشطة وكذا، فتسهلنا المهمة، يعني بدل لا ترسل لكل شخص أنه مثلا أعمل بالعمل الفلانة والحاجة المعينة، لا، موجود من خلال الجروبات بإمكانك يعني تتعرف على كل شيء بكل بساطة وبكل سلاسة وبكل يعني حتى أنا بالدليل يعني سيف عندي في تليفوني حاطة لكل يعني فئة مجموعة، مثلا مجموعة لعائلتي من أهل أبوي، مجموعة لعائلتي من أهل أمي، واتبع أخبار هذا وهذا هو شاركهم. ما شاء الله. زين، ما أدري أسماء الجروبات وأنواعها جنان، لو تخبرينا شوي ما مشكلة. ها الأسماء؟ زين، منها مثلا قناة العائلة، قناة العائلة، ها قناة مثلا العمل، فيعني لكل واحدة لها مسماها. فنتمنى إن شاء الله مشاهدينا يقضوا معنا وقت ممتع إن شاء الله في برنامج صباح ومساء، وإن شاء الله فقرتنا القادمة فقرة علومنا، خليكم معنا وراجعين.
فقرة علومنا مشاهدينا في برنامج صباح ومساء تتناول أبرز الفعاليات والمناشط على أرض السلطنة الحبيبة في كل صباح ومساء، ونبدأ بأبرز هذه الأخبار وراح يقرأها لنا سيف. من علومنا مشاهدينا، تواصل ندوة تطور العلوم الفقهية فعالياتها في يومها الثاني بمناقشة ثلاثة محاور: المدارس الفقهية وفقه العيش في العالم من خلال 7 بحوث. وعلى هامش الندوة أعلن عن تدشين موقع إلكتروني لندوة تطور العلوم الفقهية، كما أعلن عن إنشاء مركز للبحوث الفقهية. في فقرة علومنا أيضا مشاهدينا، شهدت جامعة السلطان قابوس صباح اليوم حفل افتتاح المعرض الهندسي الطلاب الخامس تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس. وفي أروقة الجامعة أيضا وتحت رعاية الشيخ أحمد المسكري مستشار وزارة التنمية الاجتماعية لشؤون التخطيط، افتتحت اليوم مجموعة الرؤية الاجتماعية بكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس الأسبوع العلمي علم الاجتماع. أيضا من علومنا، برعاية معالي محمد بن سالم التوبي يقام يوم غد حفل تكريم المشاركين بيوم البيئة العماني، والذي تنظمه وزارة البيئة والشؤون المناخية. وسيتم خلال الاحتفال تكريم الجهات الحكومية والمؤسسات المشاركة في فعاليات يوم البيئة. ومشاهدينا، خبرنا الأخير في فقرة علومنا، سيعقد يوم غد المنتدى الأدبي لقاء صحفيا مع وسائل الإعلام المحلية، وذلك للإعلان عن الفائزين في الدورة 24 من مسابقة المنتدى الأدبي السنوي لعام 2012. أيضا إحنا عندنا مشاهدينا، أحب أنوه بأن كل ثلاثاء راح تكون عندنا فقرة. هذه الفقرة إن شاء الله راح تكون هذا الثلاثاء عن قصة لفتاة العقارب. راح يكون جنان هناك تقرير متكامل مشاهدينا عن هذه القصة وعن هذه الفتاة على وجه التحديد. لكن في البداية بنسأل، تخافي من العقارب جنان؟ يما أنا ما أخاف من العقارب، أموت منها. يمكن إذا شفت عقرب قدامي بهرب منه. فيعني أعتقد يعني إذا شفنا هذه القصة، قصة العقارب، راح تكون يمكن شيء مخيفة. بس ننصح طبعا المشاهدين إنه ما يحاولوا إنهم يجربوا أو يقلدوا الفتاة هذه. طبعا نتمنى من مشاهدينا عندما يشوف التقرير إن شاء الله يوم الثلاثاء أنهم ما يحاولوا أبدا بتاتا أنهم يقلدوا هذه الفتاة. ما أدري، سبحان الله، نحن ما راح أعطيكم معلومات، راح نشوف كل المعلومات كل التفاصيل عن هذه الفتاة جنان من خلال التقرير اللي راح يكون معنا يوم الثلاثاء القادم بمشيئة الله تعالى. مشاهدينا، فاصل وإن شاء الله تعالى راح نستكمل باقي فقراتنا ومحطاتنا لليوم. خلوكم معنا وتابعونا.
مشاهدينا حياكم الله معنا من جديد. طبعا متواصلين معكم في محطاتنا المتنوعة والمتجددة. شاهدتوا قبل شوي يعني لقطات بسيطة عن فتاة العقارب، لكن مثل ما ذكرناكم إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء راح يكون هناك تقرير متكامل ومفصل عن هذه الفتاة العمانية وعن كافة الأمور المتعلقة بها موضوع العقارب. متواصلين معكم إن شاء الله تعالى، وأيضا الحين راح ننتقل جنان إلى فقرة أخرى من فقراتنا اليوم اللي هي الفقرة الرياضية. الفقرة الرياضية مع هلال المعمري. طبعا مساء الخير هلال. مساء الخير سيف، ومساء الخير جنان، ومساء الخير لجميع المشاهدين الكرام في برنامج صباح ومساء. ما ادري يعني هلال اليوم ما اعرف وين محطتنا راح تكون. سيف اليوم محطتنا راح ناخذكم في مجالات ليس مثل ما تعودنا في السابق في ملاعب كرة القدم او في الصالات. اليوم جولتنا راح تكون في اجواء مختلفة، في اجواء بين المحيط الهادي والمحيط الهندي، وبالتحديد في شواطئ سنغافورة. انت اثرت كذا فضولي يعني، وانا خاطري اعرف ايش محضرين لنا اليوم. معلي جنان ان شاء الله، خلينا بس نشوف الفاصل وراح نعرف ايش موضوعنا اليوم بالتحديد. ان شاء الله. تابعنا مشاهدينا، واعتقد الموضوع هلال عن سباق الاكستريم اذا ما خاب ظني. بالتحديد بالتحديد سيف، عفوا، طبعا هو عن سباقات الاكستريم 40، وبالتحديد عن قارب الموج مسقط، القارب الموج مسقط يستعد لهذا السباق وللتحدي ايضا، ومن اجل المحافظه على صدارته ومن اجل المحافظه على اللقب الذي حققه في النسخه الماضيه من المسابقة في هذه السلسلة من سباقات الإكستريم 40. أعتقد أنه مهمته راح تكون هلال صعبة، صح؟ بكون أنه يعني أعتقد ضال يعني النقاط بينه وبين المنافس الخصم له اللي هو ريد بول، أعتقد أنه مساوي. نعم. أعتقد النقاط بينهم قليلة، الفارق النقاط، صح؟ فريق ريد بول النمساوي فعلا هو السيف الحين يزاحم فريق الموج مسقط على الصدارة، ولكن أنا أتوقع أن في الجولة هذه الموج مسقط راح يحاول بأن يعزز من موقعه في الصدارة من أجل أن يكون يدخل الجولات القادمة بفارق مريح عن أقرب منافسه وهو ريد بول النمساوي. النمساوي صحيح، بس اللي أعرفه أنه الموج مسقط أيضا يضم بحارين عمانيين، ممكن تعرفنا عليهم هلال؟ صحيح سيف، احنا قبل لا ندخل في موضوع البحارين العمانيين الذين يشاركوا في هذا السباق، طبعا الموج مسقط في هذا السباق في سباق الاكستريم 40 هو الممثل الوحيد للسلطنه في هذا السباق بعد المشاركه الشرفيه لفريق الدقم في الجوله صحيح. الاولى الموج مسقط راح يكون ربما التركيز على هذا فقط في هذا السباق من اجل المحافظه على الصدارة مثل ما قلت، وأيضا من أجل المحافظة على اللقب كون الموج مسقط هو حامل اللقب في الموسم أو في النسخة الماضية من السباق. البحار العمانيين سيف الموجودين في ضمن هذا الفريق، فريق الموج مسقط، ربما نحن نعلم جميعا المتسابق هاشم الراشدي، وهاشم هو أصلا فاز بالبطولة الماضية في السباق الماضي عندما أقيم هنا في مسقط في الشاطئ الموج. ينضم إلى الفريق لأول مرة مصعب الهادي. مصعب الهادي ربما احنا تعودنا عليه في شارك في المسابقات وفي السباقات هنا في بحار السلطنة في مياه السلطنة، هو يشارك للمرة الأولى في سباقات الإكستريم خارج السلطنة. نتمنى له كل التوفيق، نتمنى التوفيق مشاهدينا لهاشم الراشدي وايضا لمصعب الهادي، نتمنى لهم كل التوفيق وان شاء الله تعالى يكون اللقب من نصيبهم ايضا هذا العام باذن الله. سيف خلينا نكون احنا اقرب شوي من خلال الفريق، وعندنا مصعب الهادي هو عبر الهاتف. مصعب اذا كنت موجود معي مساء الخير. مساء النور اخوي هلالين، حياك الله. مصعب في البداية خلنا نتعرف على استعداداتكم لخوض هذه المرحلة من سباقات الإكستريم 40.
أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نحن الحين في سنغافورة، التجهيزات طبعاً عادي، كل الفريق وصلنا أمس الحمد لله العصر متأخرين لسبب تأخر في الطائرة، لكن يعني الحمد لله قدرنا نسيطر على هذا الشيء، ورجعنا بس نريح لساعتين ثلاث، ورجعنا مرة ثانية نشوف القوارب، وبس ما قدرنا نسوي أي شيء في القوارب علشان الظروف، نفس الشيء هنا الحين في سنغافورة. بس لكن الفريق متحمس والفريق مستعد لهذه المواجهة. عفوا بس مصعب، طبعا ما بتكون سهلة. نعم، وبنواجهها ان شاء الله ونحن مستعدين جدا جدا. نعم، كم التوقيت مصعب حاليا في سنغافورة؟ بس وضح لي الظروف، ايش الظروف هي اللي واجهتكم انتم الحين هناك في سنغافورة؟ والله الظروف والتوقيت طبعا، التواصل من بيننا هنا والبلد طبعا مختلف جدا، في عندنا 4 ساعات نحن متقدمين عليكم، فالحين عندنا الساعة 8:30 يعني ليلا، فهو ذا الشيء الصعب يعني من الظروف. شيء ثاني هو طبعا اجواء ممطره عندنا هنا، ورياح اليوم بين رياح عاليه. وخذينا معلومات من عند بعض الاشخاص اللي ساكنين معنا في سنغافوره، قالوا لنا هذا الاسبوع كان يعني كان اجواء غير مستقره، كان هواء عندنا وكان عندنا امطار. اذا نتوقع مصعب انه تاثر على الـ على الـ على السباق في هذه الجوله؟ ما اتوقع انها بتسهل كثير، لكن هي بتزيد الصعوبه يعني، وبتزيد التحدي بين القوارب، لان دائما لما يكون الهواء القوي دائما القوارب تكون قريبه جدا. ما يملك فريم 40 هو معروف يعني سرعته جدا جدا عاليه والخطوره جدا عاليه، نفس الشيء يعني كل اللي نبغى نسويه ونتمناه هو انه يعني نلعب بامان هذه البطوله. نعم، مصعب انت يمكن لاول مره تشارك في السباقات خارج المياه العمانيه، خلنا بس نعرف شعورك انت مصعب. حضرت في البرازيل لما فاز الموج مسقط بالبطوله كامله، لكن ما حضر لي الوقت اني اشارك فيها ذاك اليوم، بس انا الحين خارج من بعد بطوله مسقط، فزنا بطوله مسقط الحمد لله، ونحن الحين اول بطوله معايا في الاكستريم 40 وفي الخارج سنغافوره، فيعني متحمس جدا وبعمل كل اللي عندي بجهد وبكثير علشان احقق طموح الفريق يعني. ان شاء الله ان شاء الله. زميلك هاشم اتصور ايضا جاهز ان شاء الله معك في السباق. مصعب؟ الو مصعب معي ولا مصعب؟ سالتك عن زميلك هاشم. نتصل بالشبكه تقطع، ما اقدر نسمع شيء. لا اذا تسمعني، انا سالتك عن هاشم الراشدي، اتصور انتم كفريق جاهزين من اجل خوض السباق. اي نعم، هاشم معي موجود وهو جاهز طبعا اكيد، بس هو يحس اني تعبان من الطائره وهو نايم الحين، لكن جاهزين الحمد لله. خضينا ساعة ونص من بعد ما جينا من الطائرة السيدة إلى الصالة الرياضية وتمرنا كثيرة، هذا الشيء اللي خلى يعني شوية اليوم تعب يعني، بس الحمد لله يعني جاهزين، وبكرة إن شاء الله بنبدأ نسوي شغل في القارب. عموما تحياتنا لك مصعب، وتحياتنا أيضا لهاشم، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق، وأن تحافظوا إن شاء الله على اللقب الذي تحقق في النسخة الماضية من هذه المسابقة. موفقين بإذن الله مصعب. مشكورين، جزاكم الله خير، مشكورين، وتوفيق الجميع إن شاء الله. هذا دعم عندكم وشيء كبير من عندكم، فإن شاء الله بنحافظ على حراسكم. واجبنا الله يحفظك يا مصعب، تسلم، جزاك الله خير. جزاكم الله خير. طبعا هذه ليست المحطة الأخيرة سيف، هناك محطات أخرى راح تكون من ضمن هذه السلسلة، سلسلة سباقات الإكستريم 40. هناك محطات أخرى مشاهدين الكرام، المحطة القادمة راح تكون في الصين، وبعدها راح تكون في تركيا، البرتغال، من ثم كارديف في بريطانيا، ومن ثم في فرنسا، وأخيرا في ريو دي جانيرو في البرازيل. شكرا لك هلال، وايضا بالتوفيق مشاهدينا لقارب الموج مسقط، وايضا لكل شبابنا الموجودين هناك في سنغافوره، نتمنى لهم كل التوفيق وكل النجاح ان شاء الله تعالى، يرجعوا لارض السلطنه يعني متوجين خلينا نقول بهذا اللقب. متواصلين معكم ان شاء الله مشاهدينا ايضا، وان شاء الله تعالى فقرتنا القادمه نقضيها مع هذا التقرير اللي راح يتحدث عن الامطار التي هطلت على ارض السلطنه. نتابع هذا التقرير. التقرير يعني انا مثل ما شفتوني انا
كنت ساكتة طول هالمحطة لأن أنا مالي خص في الرياضة يعني. فخلونا كذا ننتقل. قال جنان هذه دعوة، ترى في فريق نسائي أيضا في سباقات القوارب الشراعية. نعم. وهو تشرف عليه لجنة الإبحار الشراعي العمانية، وهذه دعوة لك ولكل أيضا ربما. خلاص إذا أنا مثل ما يقول أشيل شلولي وأسير وياهم. حيابك حيابك. إذا نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله القارب موج مسقط، وأيضا التوفيق لشبابنا في سنغافورة. وننتقل مستمعينا للتقرير الأمطار في هذا الفاصل وراجعين. يستمر تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار وسط هطول أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من محافظات السلطنة. التوقعات تشير باستمرار الحالة خلال 24 ساعة قادمة لتشمل محافظات مسقط والداخلية وشمال الشرقية وجنوبها على شكل أمطار غزيرة ورياح نشطة. التأثير المباشر للمنخفض الجوي بدأ على محافظات مسندم وشمال الباطنة والبريمي والظاهرة منذ ساعات الليل الماضية، متسببا في أمطار غزيرة وسقوط حبات البرد. ففي ولايتي لوا وشناص تسببت الأمطار والرياح النشطة في اقتلاع عدد من الأشجار وأعمدة الكهرباء وحدوث أضرار في بعض المركبات. وفي مسندم سجلت الأرصاد الجوية أعلى معدل للأمطار بمطار خصب، تليها منطقة قميراء بولاية ضنك بالظاهرة، حيث سجلت محطات الرصد 19 مليمتر. وفي الظاهرة سجلت أودية الكبير والعارض أو مقنيات معدلات جريان نشطة لم تشهدها منذ أكثر من 10 سنوات بحسب الرواية المحلية. وتتوقع الأرصاد استمرار تأثير المنخفض على معظم المحافظات مع احتمال هطول الأمطار الرعدية، أحيانا قد تكون مصحوبة بتساقط البرد، كما ستتصاعد الأتربة بفعل حركة الرياح على المناطق الصحراوية والمكشوفة، كما تشير التوقعات إلى ارتفاع موج البحر ليصل إلى 3 أمتار. شرطة عمان السلطانية أكدت أنها لم تسجل حالات مقلقة بسبب المنخفض، وأشارت إلى إنقاذ أشخاص من منزل تابع لمدرسة خاصة في شناص وسقوط أعمدة كهرباء على عدد من المركبات في صحار دون إصابات، منوهة بتنامي الوعي العام لدى المواطنين والمقيمين في التعامل مع الحالات الجوية. وتوضح الهيئة العامة للطيران المدني أن الحالة الجوية هي منخفض جوي شتوي ليس لها ارتباط بحالة مدارية ناجم عن فترة فصلية انتقالية تمتزج بها العوامل الجوية الشتوية والصيفية، حيث يأخذ بعض المنخفضات طابع التعمق في الامتداد مع سرعة العبور. من الآن سيارة عائلية تتألق ليلا كما في النهار، انفينيتي جي اكس الجديدة كليا، سيارة كروس اوفر الفاخرة ب7 مقاعد، جرأة واتقان، تقنية ضيافة ذكية، مقصورة مرنة، مساحة رحبة، ومزايا امان تشمل نظام التدخل لمنع التصادم الخلفي الاول من نوعه في العالم. انطلق برفقة سيارة فاخرة متعددة الاستخدامات. من الآن هناك انفينيتي جي اكس الجديدة كليا.
حياكم مشاهدينا من جديد في برنامج صباح ومساء، ولازلنا متواصلين معكم حتى تمام التاسعة، ولدينا فقرات متنوعة ومحطات كثيرة. مشاهدينا نذكركم بسؤالنا للتواصل معنا عبر الصفحات التفاعلية: هل خاصية الواتساب لها تأثير على ثقافة الفرد والمجتمع؟ إن شاء الله رح نتلقى إجاباتكم على الصفحات التفاعلية. كذلك أيضا نحب ننوه عن فقرة يوم الثلاثاء، إن شاء الله رح تكون قصة عن فتاة العقارب، وإحنا بانتظار يوم الثلاثاء حتى نعرف سر هذه القصة. وأيضا نرحب أيضا في هذه المحطة بأحد ضيوفنا، وتواصلا مع فعاليات ندوة تطور العلوم الفقهية ولمواكبة هذا الحدث، يسعدنا عن قرب أن نرحب بضيفنا الكريم دكتور مصطفى بن ناصر ويتمن، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة غردايا بالجمهورية الجزائرية. مرحبا فيك دكتور مصطفى معنا في مساء صباح ومساء. مرحبا بك، شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم. الله يسلمك. في البداية دكتور مصطفى نريد نتحدث عن مفهوم التعايش بشكل عام. التعايش هذا مفهوم واسع جدا، نعم، يعكس تطلع الإنسانية خاصة المعاصرة، لأنه ما كان يذكر بشكل مكثف في القديم، أصبح الآن في وقتنا المعاصر الإنسانية تحتاج إلى جو من الوئام، جو من التفاهم فيما بينها. على لهذا الأساس جاء هذا المصطلح التعايش، بمعنى أنه ضمنيا إنسانية تبحث كيف تعيش في سلام فيما بينها. جميل، هذا في العموم مصطلح. دكتور، بلا شك أن هذا المفهوم يعني أسس معينة، فما هذه الأسس؟ الأسس نذهب إليها إذا سمحتم ندخل إليها من مدخل قرآني، لأنه يخصنا خاصة بالنسبة إلى الأمة الإسلامية. لنقول أن القرآن الكريم في الأساس، والإسلام جاء أبدا أولا لتأسيس للتعايش بين البشرية، بدايته تبدأ من تسمية هذه الشريعة الإسلام. والإسلام يأتي في معناه الأول هو السلام، هو إشاعة المحبة بين الناس، هو كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. القرآن الكريم يحملنا معاني كثيرة وكبيرة لمحاولة إيصال الخير إلى الناس: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الخيرية بحيث يصبح الإنسان هو المسلم خاصة مأمور بهذا، أن يصبح وجوده هو دلالة للأريحية والراحة والطمأنينة بين الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك في أحاديث كثيرة يصف المؤمن أنه يألف ويؤلف، يعني سهل الوصول إليه، بحيث أن الإنسان المسلم نلتقي به كأننا كنا نعرفه من زمان. نعم. لروح الطيبة فيه ولروح المحبة التي ينشرها بين الناس. جميل. إذن هل هناك من نماذج دكتور مصطفى للتعايش مع المسلمين؟ التعايش مع المسلمين نبدأها من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. جميل. المدينة أصلا لما جاءها الرسول صلى الله عليه وسلم جاء محلا للسلام فيها. نعم. نعرف تاريخا أنها كانت في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت يثرب ثم تغيرت إلى المدينة. جاء الرسول والناس كانوا في صراع، مجيئه كان سببا لتوقيف الصراع أولا، ثم كان فيها طوائف متعددة، فيها المسلمون فيها اليهود. الرسول صلى الله عليه وسلم أحل السلام بينهم بآليات متعددة، بحيث يصبح بين المسلمين أخوة وبين المسلمين واليهود تعاون من أجل مصلحة المدينة. هذا واحد. نذهب كذلك إلى نماذج كثيرة في تاريخنا الإسلامي، إذا سمحتم نذهب إلى غربا من الشرق إلى الغرب. الجزائر، تهرت هي أول دولة إسلامية كانت في الجزائر، دولة رسومية، تعطى الآن نموذج في الفكر الإسلامي على التسامح، على السلام، على التعايش. كانت فيها طوائف متعددة من المسلمين وغير المسلمين، كان حتى قيل عن المجتمع المسلم عموما، يقول العلماء أن اليهود وأن النصارى كانوا يأوون إلى الدار وإلى البلاد التي فيها الإسلام، لأنه يجد تحت المسلمين ما لا يجده في غيره. وحيثما اتجهنا في المجتمع المسلم نجد في الأصل نجد هذه الطيبة، ونجد هذه القيمة موجودة. إذا سمحنا حتى الوقت المعاصر لنا نماذج متعددة،
ونقولها يعني ليس لأننا في عمان، هي نموذج فعلا يعني بدون مجاملة، نموذج فعلا لهذا التعايش بين أنواع وفئات متعددة من المجتمع، وهو الذي يريده الإسلام من الأمة الإسلامية. طيب دكتور، أبرز التحديات المعاصرة اللي طبعا للتعايش سواء في البلاد المسلمين أو غيرها من البلدان؟ الواقع المسلمين في الواقع أننا نعيش تحديات صحيحة، يعني كيف نستطيع، لأننا الآن في وقتنا الحاضر نحاول أن نرجع إلى نرتفع إلى ما دعانا إليه الله سبحانه وتعالى. الوعطيات تغيرت كثيرا في العالم المعاصر، كان المسلمون هم الذين يديرون العالم كله، الآن أصبح فيه تداعيات أخرى، فيه إكراهات أخرى، كيف يعيش المسلم غير المسلم في المجتمع المسلم. كنا نقول مصطلح الذمة، أهل الذمة، الآن في صرف الندوة فيه بعض النداءات إلى تغيير ربما في هذا المصطلح، فيه كيف يعيش، كيف يكون مواطنا غير مسلم في وسط إسلامي. والتداعي الآخر أو التحدي الآخر، الجاليات المسلمة، وليس فقط الجاليات المسلمة، المسلمون في غير البلاد الإسلامية يولدوا في بلد غير مسلم يصبح مسلما، كيف يكون تعاونه مع الناس؟ هذه تتطلب من المسلمين يعطوا نموذج من التعايش السليم الذي يصبح نموذج عالمي في إعطاء الكيفية يعيش الناس في اختلاف آرائهم، في اختلاف رؤاهم، لكن لا يتصارعون. نعم، جميل جدا. إذا يعني نشكرك دكتور مصطفى بن ناصر. نشكركم على الدراسة. الله يسلمك. دكتور مصطفى طبعا عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة غردايا بالجمهورية الجزائرية. شكرا لك على وجودك معنا في صباح ومساء. شكرا جزيلا، شكرا على استضافتكم. شكرا لك. إذا مشاهدينا طبعا راح نشاهد بعد قليل تقرير عن الاستطلاع، وهو هل استخدام خاصية الواتساب لها تأثير على ثقافة الفرد والمجتمع في نظرك عزيزي المشاهد؟ شاركونا عبر الصفحات التفاعلية ونشاهد بعض الأرقام عن هذا الاستطلاع. الواتساب إلى أول شيء إيجابياته وسلبياته في المجتمع. الإيجابيات يمكن يسهل التواصل بين الناس، يوفر المال في نفس الوقت، وفي ممكن يتقفوا الناس بعد فيه الواتساب. ومن ناحية السلبيات في بعض الناس ياخذ من وقتهم كثير الواتساب، فمثل الطلاب المدارس فيضيع عليهم بعض دراستهم. يعني كل شيء له سلبياته وإيجابياته. برنامج الواتساب برنامج للتواصل الاجتماعي قرب المسافات بين الكثير من الأقارب والأشخاص، إلا أنه أثر بفجوة كبيرة في الأخبار الشائعة التي انتشرت بين ليلة وضحاها، فقد بات ينشر الشائعات ويجمل الأكاذيب، فأصبح كثيرا ما يجذب الجماهير لأخباره الكاذبة، فأيضا وجههم وأبعدهم عن مقتضيات حياتهم اليومية. في لها جوانب سلبية، في لها جوانب إيجابية. طبعا الجوانب السلبية هي مثل ما أنت شايفين على الوقت الحالي، أن في إشاعات تكون منتشرة كثيرة عن طريق الواتساب، والمشكلة أن في ما في وعي كثير للمجتمع، أساس أنهم ما يعرفون أن هل هذه الإشاعات صحيحة أو هل هذه الإشاعات يعني كاذبة. هذه هي من جوانب السلبية. أما من الجوانب الإيجابية طبعا هي مثل ما تقول إنها هي صفحة تقدر تدمج المجتمع فيها، تقدر تعمل مثل جروبات، تقدر تجتمع يعني مثل نقطة تواصل كبيرة بيناتهم، وسهلة للتواصل. هي طبعا تعتمد على محو الإنترنت، طريقة التواصل، كيف المجتمع، هل هو يقدر مثلا إذا واحد كان خارج البلاد، فهي يعني فيها حاجات كثيرة مثل إرسال الصور، إرسال المحادثات الصوتية. تأثيرات إيجابية وسلبية صراحة في المجتمع. الإيجابية طبعا ممكن نقول نقل خبر، معلومة مفيدة، تواصل، حتى ممكن نقول تكلفة للشخص للفرد يعني. بس للأسف الشديد صارت معنا السلبية، والسلبية كثيرة ما شاء الله. يعني نقل إشاعة واحدة تصير قنبلة صراحة.
طبعا هو برنامج يعني يساعد في التواصل بين الآخرين، يؤدي طبعا من انتشار الثقافات، لكن في نفس الوقت كما يعني للشيء له إيجابيات فإن له سلبيات، فسلبياته أنه ممكن أنه ينشر معلومات غير صحيحة، مما يؤدي ذلك إلى حدوث الخلافات والمناوشات. حياكم الله معنا مشاهدينا. طبعا تابعنا قبل شوي فقط استطلاعات واللي من خلالها قسنا آراء الجمهور حول تطبيق الواتساب وتأثيره على ثقافة الفرد والمجتمع، ونتمنى إن شاء الله تعالى أيضا منكم أنكم تشاركونا من خلال صفحاتنا التفاعلية حول هذا الموضوع. طبعا صفحاتنا التفاعلية بين فترة وأخرى راح تكون ظاهرة أمام الشاشة بمشيئة الله. راح الحين بتظهر صفحاتنا التفاعلية هذه مشاهدينا، نتمنى إن شاء الله تعالى أنكم تتواصلوا وأيضا شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع. لكن احنا الحين مثل ما ذكرنا في البداية راح يكون معنا ضيف متخصص في هذا المجال، راح نستضيف معنا في الاستوديو الفاضل يونس بن خصيب الحراسي، مهتم في الإعلام الرقمي. مساء الخير يونس. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا فيك. طبعا اخ يونس، قبل الحديث بالتفصيل عن موضوع الواتساب وعن هذا التطبيق، لدينا احصائيه اعزائنا المشاهدين. بعد ما تابعنا استطلاع خلونا نشوف بعض هذه الاحصائيه ومن ثم ان شاء الله راح نتواصل مع يونس الحراسي. مثل ما شاهدنا مشاهدينا، كانت هذه عينة عشوائية مكونة من 100 مفردة بواقع 50 مفردة للذكور و50 مفردة للإناث. طبعا خلونا نتابع يعني تفاصيل هذا الجدول الإحصائي مع يونس بن خصيب الحراسي. طبعا يونس، إيش قراءتك لهذه الإحصائية؟ في البداية شكرا جزيلا على طرح هذا الموضوع، وهو حقيقة موضوع مهم بالنسبة للمجتمع لتداخله مع فئات عمرية مختلفة جدا، فئات ثقافية مختلفة جدا، فيجب التطرق لمثل هذه المواضيع وطرحها بصوت عالي، ويعني عدم تجاهلها أو التخفيف من أهميتها. يعني حسب الإحصائية، طبعا في البداية أنا أحب أنوه على حاجة، لست مختصا في موضوع التطبيق الواتساب، ولكن مهتم في المجال هذا. نعم. بالنسبة للإحصائية، طبعا من ذكر بأنه نعم الواتساب مثلا تأثير 68% من الذكور و 90% من الإناث، لا أدري هل هو تأثير سلبي أم تأثير إيجابي، ما نوع التأثير الذي يشيرون إليه؟ يعني هو كان السؤال، يعني هل هو تأثير للواتساب على ثقافة الفرد والمجتمع؟ فكان عندنا الإحصائية أن الذكور ذكروا أن 68%، لكن بالنسبة للإناث اللي قالوا نعم هم 90%، أعتقد يعني كان لا لا هو الأكبر. واضح الفرق في التباين في، نعم، في وجهة النظر، لكن قصدي نوع التأثير اللي يشير له. يعني هل هم يشيروا إلى أنه هذا التطبيق على سبيل المثال له تأثيرات إيجابية؟ ما نوع هذا التأثير؟ نعم. يعني هو في النهاية لكل شيء تأثير، ولكن ما نوع هذا التأثير؟ هل هو إيجابي؟ هل هو سلبي؟ بغض النظر عن هذا، الواتساب يظل تطبيق مثل أي تطبيق آخر، مثل الإنترنت، هو أداة للاتصال، يعتمد إيجابيتها وسلبية استخدامها تعتمد على ثقافة الفرد نفسه. جميل. على درجة الوعي وطبيعة استغلالها. مثل على سبيل المثال، يعني أنا لما أتكلم عن أي أداة، مثل على سبيل المثال النار. النار هي في النهاية حاجة معينة، أنت ممكن تستغلها إيجابيا وممكن تستغلها سلبيا. فالواتساب ليس استثناء يعني على جميع التطبيقات الأخرى، لكن يبقى
يبقى في الحقيقة أنه هذا التطبيق يختلف عن التطبيقات الأخرى بأنه متاح أمام الجميع، وفي نفس الوقت يتيح قنوات سهلة لنشر معلومات. إذا تكلمنا عن على سبيل المثال عندنا حالة الحين حالة جوية، طبعا في مساحة جدا كبيرة للتهويل وللتضخيم، وفي ناس يمكن تجيب لك صور حتى من دول ثانية وتقول لك والله هذا حصل هنا، وإشاعات كثيرة، إشاعات كثيرة. فهنا تبقى ثقافة الفرد، أنت كيف تستغل هذه المادة، هل تستغلها أو هذه الوسيلة اللي أتيحت لك بشكل إيجابي أم بشكل سلبي يعني. فأعتقد الموضوع يتمحور بشكل كبير جدا على ثقافة الشخص يعني. أنا أعتقد يعني من وجهة نظري أنه استخدام خاصية الواتساب قل اللي هو عملية الحوار أو سمة الحوار الأسري، فيعني شو رأيك في هذا الموضوع؟ يعني هل هو بالفعل أفقد الأسرة سمة الحوار الأسري وصار الحوار مع الأصدقاء والأقارب خلينا نقول أكثر من أنه يكون الحوار في البيت؟ في الحقيقة يشير يعني أحد علماء النفس في هذا الموضوع، أنا قرأت في الموضوع قبل ما أجي، فيتكلم عن أنه أصبح استخدام مثل هذا التطبيق، كان يتكلم عن تطبيق الواتساب بالتحديد، أنه نوع من الإدمان. هذا الإدمان ارتبط يعني أصبح يؤثر عاطفيا على الشخص، بمعنى أحيانا نشوفه سعيد أو أنه يتأثر عاطفيا لأنه شخص ما رد عليه، أو أنه شخص مثلا رد عليه أيضا يعني يكون سعيد فيهم. الواتساب يتيح لك خاصية أنك أنت تشوف والله هذا الشخص كان الساعة كذا موجود أو يعني ظاهر على آخر ظهورنا في التطبيق، فوالله كيف هذا الشخص ظاهر هنا وما رد علي، ففي إشكاليات. هذه الإشكاليات أدت إلى قلق معين من ناحية المساحة التواصل اللي ذكرتيها المتاحة مع سواء كانت العائلة أو كانوا الأصدقاء، ربما يكون الأشخاص يعني جالسين على طاولة واحدة لكن كل واحد مشغول بالتليفون. هذا من ناحية العمل أصبح أيضا يشكل هاجس لأرباب العمل، أنه الكثير من الموظفين أصبح هذا التطبيق استغلاله يعني يهيمن أو يسيطر على مساحة كبيرة من الوقت اللي يفترض يكون وقت إنتاج في تلك المساحة. ليش؟ لأنه البعض يعني يكون التليفون أمامه مجرد ما تظهر عنده إشارة الرسالة يفتحها ويتواصل كذا، فينهمك في هذا الموضوع ويهمل الجوانب المهمة. المحك الرئيسي اللي الواحد ممكن يعول عليه هو برجع مرة ثانية لمسألة ثقافة الشخص، يجب أن يكون في نظام لكل شيء سواء كان لهذا التطبيق أو لغيره. هذا التطبيق الأسبوع قبل الماضي تقريبا أنا حضرت صلاة الجمعة في الخطبة، فالجميل أنه الخطيب كان يتكلم عن التليفون بشكل خاص، لكن حديثه بشكل عام كان عن تطبيق، يعني هو ما أشار له صراحة، لكن واضح أنه كان يتكلم عن تطبيقات التواصل واللي من ضمنها كان الواتساب، ولغته كانت جدا بسيطة وسهلة وتوصل للناس. فبدأ يتكلم عن نوعية الرسائل اللي يتم تداولها في هذا الواتساب، مثل عسبي يعني رسالة والله انشر ولك ما أدري إيش، والله أستحلفك بالله إلى يوم القيامة ما أدري. طيب يا عمي أنت تستحلف الناس على إيش؟ وأحيانا يعني يرسل لك أحكام شرعية وكذا والناس تبقى تأخذها. يجب أن يكون في إدراك، أنا ما كل شيء يعني صحيح أنه في النهاية هناك سلطة للشيء المكتوب أكثر من الشيء المسموع، لكن يجب أن يكون لدى الشخص ثقافة في التعامل مثل مع هذه المعلومات. يعني ما ممكن والله واحد يرسل لي تطبيق يعني حكم شرعي واروح أنا الفلان الشيخ الفلاني أو فلان الفلاني قال واروح الله أطبق، لا. فلذلك طرح هذه المواضيع بصوت عالي مهم جدا لتوعية المجتمع. حتى بس الأستاذ اللي قاطعك يعني في مقطع ليس فقط في هذا الموضوع، طبعا في مواضيع أخرى اللي هي الأخبار اللي طبعا الإشاعات والأراجيب فيها كثرها، يعني خبر بسيط يعني وصلك من شخص معين على طول أنت ترسل الرسالة بدون أبدا التأكد من مصداقية هذه الرسالة، أحيانا ما تقرأ يعني يكون فيها عنوان وترسل مباشرة وفي رابط يعني كوبي بيست على طول يعني. بالضبط. أنا أذكر أنا نسخ ولصق وكذا، أذكر في رسالة يعني جاءت والله كذا 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 العنوان، الخبر هذا تقريبا من 3 سنوات ما شاء الله، يعني تتكلم الله. أنت هذا الشخص اللي ولا وبعد منتشر ما عند شخص أو شخصين، يعني كانت ظاهرة، أنت تعرف أحيانا تجيك رسائل من أكثر من شخص، فكانت الرسالة يتم تداولها كذا، هو بس الشخص اللي رسلها مغير العنوان. صحيح. طيب لو هذا اللي رسل لو كلف نفسه ودخل كان عرف. صحيح. فبالتالي نحتاج إلى المبادرة، إلى الوعي، إلى صحيح. نوع من الشك، يعني يجب أنك تتيقن الأشياء تتأكد منها قبل ما أنت ترسل، في النهاية مسؤولية إذا صحيح. أدركت
إذا أدركت إنه هذا اللي تقوم فيه هو مسؤولية، لذلك راح تقوم بالخطوات اللي هذا. وأيضا صياغة الرسائل أستاذ يونس، يعني أحيانا تقر رسالة معينة، يعني قبل قليل حدث مثلا حادث معين، قبل قليل يعني قد يكون حاصل قليل حين المساء الحين، ولكن رسالة هي لا زالت يعني تداولوها الناس في الباكر الصباح أو اللي بالضبط. وبعدين في أشياء إذا إضافة لهذا الموضوع في مسألة الأخبار، في حاجة أخلاقية، يعني ما يصير في حادث الله يحمينا ويحميكم يعني حادث مروري وتروح انت تصور الناس وترسلهم على الواتساب. يعني انسانيا قبل اي شيء اخر هذا الشيء ما يفترض ان يكون متاح. صحيح، انت هنا تحكم نفسك، يعني ما هي الاشياء اللي ممكن اتواصل فيها وما هي الاشياء اللي ما ممكن اتواصل فيها. في امر اخر ربما انتقل فيه، اتكلم عن السلبيات ونتكلم عن الاشياء الايجابيه. طبعا البعض استغل مثلا تطبيق هذا في يتيح لك مثلا خيارات انشاء مجموعات. هذا اللي كنت على بالي اسالك اياه، يعني الجروبات الموجوده والمجموعات في الواتساب خاصيه جدا جميله، يعني كيف نستفيد منها بشكل ايجابي؟ طبعا هنا في البعض، انا راح اذكر لك امثله، البعض انشأوا مجموعات هذه قرائيه، يعني يقرأوا يعني عندهم كتب معينه، يتفقوا والله احنا بنقرأ الكتاب الفلاني، المجموعه هذه راح نناقش فيها كذا. أنا مثلا انتقلت لمكان جديد، فجيراني يعني كان ما كثير أعرفهم، فواحد بادر من الجيران وأنشأ مجموعة بين الجيران، فأصبحت منصة جدا جميلة للتواصل فيما بيننا. حلو جميل. فهناك دائما في مساحة للاستغلال هذه التطبيقات بشكل أمثل. مثلا يعني ما أدري، هي فكرة قد تكون يعني البعض يراها متقدمة أو إلى آخره، مثلا المدرس أحيانا المسؤول عن مجموعة نشاط طلابي معين في المدرسة، ربما ينشئ مجموعة مع طلابه، يكون موجود يشرف، يجب أنك تستشعر هالأشياء. تقنية متاحة لك، كيف تستغلها بشكل إيجابي في تلمس مثلا طبيعة طلابك؟ هذه مساحة أحيانا ما تقدر تكتشفها في الفصل إذا كنت أنت مهتم. طيب إذا أنشئت مجموعة بتشوف البعض ياخذ راحته ينكت كذا، يعني أريحية كثير، راح تكسر كثير من الحواجز. اليوم الطالب يحتاج إلى صديق أكثر من إلى شيء آخر، الواتساب قد يكون تطبيق يعني جدا مناسب. يعني في يعني سؤال يونس يقول يعني أنه في جوانب سلبية كثيرة للواتساب وأيضا لهذه المجموعات اللي موجودة في الواتساب، قد يعني تشيع نوعا ما من الخلافات بين أفراد المجموعة نفسهم، فخلينا نتكلم عن بعض السلبيات والحلول اللي برأيك تكون مقترحة لهذه السلبيات. شوفي الموضوع هو مش يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين لنتفق يعني. إنزين الموضوع يعتمد بشكل كبير جدا زي ما قلت هو على استخدامات الأشخاص هذيل. يعني إحنا تطرقنا كثير إلى الأشياء السلبية في وهي هذه في النهاية ترى منصة التفاعل الإلكترونية، هي تعكس واقع آخر ربما قد يختلفوا في جلسة معينة. يعني ما شرط، ولكن ربما هذه منصة أخرى يفترض أن تستغل بشكل أفضل. خلنا نقول إنه يفترض أن تستغل بشكل أفضل، يعني في تستغل سرعتها في التواصل، تستغل المساحات اللي تتيح لك اياها، تتيح لك ترسل صوره، ترسل فيديو، ترسل كلام، يعني هذه قنوات ما كانت متاحه في السابق. كثيره نعم، فيفترض انك تستغلها. نعم بالفعل. اذا نشكرك على وجودك معنا يونس بن خصيب الحراسي المهتم بالاعلام الرقمي، والحديث بصراحه شيق ورائع، وما اعتقد هذه الدقائق اصلا تكفي ان نتحدث عنه، لكن يعني لقصر الوقت الموجود معنا في برنامج صباح ومساء نوجه لك اجمل التحيه. وننتقل أنا وأنت وسيف أيضا إلى فقرة كاميرتنا. طبعا فقرة كاميرتنا التقطت صور جميلة في هذا الصباح للأجواء الرائعة، أمطار الخير والبركة على السلطنة، فلنشاهدها سويا.
إذن مشاهدينا الأحبة، مشاهدي صباح ومساء، مثل ما لاحظين يعني كل يوم لنا فقرة معينة، يعني من خلال فقط الدراسات والاستطلاعات حاولنا قدر الإمكان أنه نكون إن شاء الله تعالى معاكم، يعني نقدم لكم فقرات منوعة ومواضيع أيضا متعددة، وأيضا فيما يخص الحين سواء الدراسات والاستطلاعات تلقينا اليوم تابعنا الواتساب. نعم. وإن شاء الله تعالى في قادم الأوقات راح يكون لنا أيضا مواضيع أخرى يعني تخص عالم الإعلام الرقمي. الرقمي بالفعل، وهذه طبعا الفقرة فقرة الدراسات أو الاستطلاعات راح تكون معنا كل أحد إن شاء الله. أذكركم مشاهدينا بأن يوم الثلاثاء راح تكون معنا قصة فتاة العقار، نحن بانتظار هذه القصة. وفي الختام أوجه لكم أجمل التحية مشاهدينا، وراح نلتقي معاكم مساء الغد إن شاء الله في برنامج صباح ومساء، وليلة سعيدة للجميع. إلى اللقاء. إلى اللقاء.